أعرب رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي عن اعتذار الحكومة عن مشكلة انقطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال. وخلال مؤتمر صحفي أشار مدبولي إلى إدراك الحكومة ما قد يعانيه المواطن جراء تخفيف الأحمال، لافتا إلى وضع الحكومة خطة لإنهاء تخفيف الأحمال بنهاية العام الجاري. مرة أخرى أجدد اعتذار الحكومة عن موضوع قطع الكهرباء، وهذا الموضوع الحقيقة موضوع يعني شديد الصعوبة علينا كمسؤولين، زي ما لان احنا حاسين تماما بمعاناة المواطن المصري بموضوع قطع الكهرباء اي كانت مدة القطع، لان طبيعي ان الكهرباء النهاردة بقت شيء اساسي في حياة كل المواطنين، واحنا مقدرين تماما يعني. وانا بتجيلي على المستوى الشخصي الحقيقة شكاوى واستغاثات من مواطنين كثيرين بيبقى احيانا عندهم ظروف معينة وبيقولوا ان موضوع قطع الكهرباء ده سواء لظروف صحية، تقدم العمر، ظروف إنسانية، بيبقى الموضوع شديد الصعوبة عليهم. وبالتالي يمكن كل ده معاه كمان امتحانات الثانوية العامة لأبنائنا النهاردة بيمتحنوها، فيمكن عشان كده أنا عارف كويس قوي مدى معاناة المواطنين والأسر المصرية من موضوع قطع الكهرباء بصفة عامة، واللي حصل بالذات امبارح الحقيقة. وده يمكن اللي أنا حابب أن أنا هشرحه بالتفصيل علشان المواطنين يعرفوا إيه اللي حصل امبارح. الحقيقة إحنا على مدار لما حصلت مشكلة الكهرباء وبدأنا موضوع قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال وأعلننا أنها هتكون في حدود الساعتين يوميا، وأنا الحقيقة مع زملائي الوزراء شغلنا الشاغل إزاي نخرج من هذه الأزمة بصورة نهائية. ويمكن كنت أعلنت في فترة سابقة أن إحنا بالفعل حطينا خطة أن إحنا هننهي بالكامل مشكلة تخفيف الأحمال إن شاء الله على نهاية هذا العام، عام 24.